أيضا مشاهدينا بنعرف إيش فيما يتعلق بالمخابز وأوقات دوامها وتوفر مادة الطحين. ينضم إلينا الأستاذ عبد الإله الحموي، نقيب أصحاب المخابز. أستاذ عبد الإله، مساء الخير. سعيد مساك سيدي، مشاهدينا جميعا. أهلا بك. أهلا بك. يعني مع دخول المنخفض الجوي، هل شهدت المخابز حالة من التهافت؟ سيدي والله نحن يعني من يومين بنحكي انه المخابز تكون تعمل على مدار الساعة والمواد الأولية متوفرة والقمح والطحين. الحمد لله امبارح يعني كان نسبة ارتفاع 20%، كان الأخذ بعقلانية، يعني مش بحمل كثير معقولة. اليوم كمان كان النسبة أكثر، من يمكن تكون النسبة أكثر من 20% لسه ما قدرناها. في إقبال بس مقبول، يعني إقبال مقبول، وتوفر الخبز اللي كان مكسور امبارح طول الليل اشتغلوا المخابز ساعد في إنه ما يعمل اكتظاظ. لحد الآن يعني إن شاء الله الأمور لحد الآن ماشية بوتيرتها. طبعاً الناس بتيجي بتتاخد وبتتاخد وقتها لما تاخد، بس لما يكون متوفر ما في حد الآن الأعداد اللي عم تيجي مقبولة والناس كلها عم تيجي تاخد وعم بيساعدونا إنه عم بيعودونا قدر حاجتهم يعني لليومين للثلاثة. ما في حمل مثل زمان كان يحمل بعشرة وعشرين دينار، الآن يعني عم بياخد بإشي معقول. المخابز ستعمل خلال فترة كلها حتى أبان فترة الثلج حتكون بمخابزها إن شاء الله، يعني ربنا بتكون فقرة خير لنا، ثلجة خير يا آمين. رب إن شاء الله. آمين. طيب رسالتك للمواطنين؟ نعم، رسالتك للمواطنين مجددا. أنا رسالتي للمواطنين إنه يعني المخابز هتكون تعمل على مدار الساعة بكل مخابز المملكة تعمل يعني داخل الشغل خلال فترة فتح التجوال أو ما في حظر، يعني بموجود المخابز أبوابها مفتوحة، ونتمنى إنه المواطن يعني يأخذ حاجته، معلش يأخذ ليومين لثلاث بس ما يأخذ بكميات أكبر بالآخر تروح تتلف عنده. المخابز هتكون فاتحة وموجود بكل منطقة تقريبا، مخبز بكل محافظات المملكة، كل مناطق فيها مخابز إن شاء الله حتكون تعمل خلال فترة الثلج وغير الثلج إن شاء الله. يعني نحن نكون عن حفظ ظنهم، والمواد الأولية كلها متوفرة والطحين وسلسلة الطحين شغالة على مدار الساعة. نعم، إن شاء الله يعني ما بكون في أي نقص في مادة الخبز لأي إنسان. أستاذ عبد الإله الحموي، نقيب أصحاب المخابز، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.